ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، النهارده احنا هنعمل بسبوسه الاكياس. عملناها قبل كده مره على القناه، البسبوسه العاديه اللي بالكيلو، لكن دي بقى هنعمل الاكياس. النهارده الكيس بياخد ايه بقى؟ الكيس بياخد معلقتين سمنه، نص كوبايه لبن، ومعلقه عسل جلوكوز. طب لو ما عندكيش عسل جلوكوز تعملي ايه؟ تعملي عسل تقيل زي بتاع الكنافه، زي بتاع القطايف، زي بتاع بلح الشام، ده لو ما عندكيش عسل جلوكوز، لكن هو دلوقتي متوفر في كل البيوت. ماشي حبيبي. وربع معلقه بيكنج باودر، ربع بس. بصوا يا جماعه، هنعمل بقى النهارده ايه؟ ثلاث اكياس. انا كنت هعملهم هنا بس دي مش هتكفي وتخليني اخد حريتي فيها، انا هعملهم في الحله دي. ماشي، هنعير بقى ايه اول حاجه المقادير السايله ديت. بسم الله. ادي كده كوبايه للكيسين اهي، نص كوبايه كمان، نص كوبايه اهي كده للتلات كيس. ادي السمن اهي، بسم الله. انا هاخد بقى ثلاث معالق عسل جلوكوز. بصوا يا جماعه، انا حطيت كوبايه ونص لبن وثلاث معالق عسل جلوكوز وست معالق كبار سمنه، واحط البودر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي فيها السكر بتاعها ما بنحطش عليها سكر، وفيها جوز الهند بتاعتها ما بنحطش برضو عليها جوز الهند، وفيها الفانيلا بس احنا هنحط كيس. عاوز احط الوقت احطه، وعاوز احطه على الشربات احط، بس انا هحطه على الشربات. ماشي، نضرب بقى كده. بسم الله كده اهو، عشان نضرب كل المكونات في بعضها. بصوا يا جماعه، ضربتها كلها اهي لحد ما العسل الكلوكوز ده خالص اهوت. افضي بقى الاكياس. بسم الله، اول كيس اهوت. ثاني كيس اهوت. بالتالت اهو، بسم الله. بصي يا جماعه، انا مش هعجنها، يا بتنعجنش، بس بتدخل الحاجات في بعضها بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بطرف ايدك بس كده، بطرف صوابعك بس كده. تتمزج بس كلها ببعضها كده. خلاص بس كده. بصوا يا جماعه، الصينيه اللي هعمل فيها هاي هدهنها بقى دهن السمنه حلوه كده، ومن الاطراف ومن كل حته. كنا عاوزين نعملها في الصينيه للمربعات الكبيره اللي احنا كنا عاملين فيها الكنافه ديت، سماح قالت لي احنا عاوزينها تبقى عاليه، ما بيحبوهاش الا كبيره كده، تبقى الخرب بتاعتها عالية وكبيرة كده، عاوزينها في دي. يا جماعة دهنتها اهي، في ناس بتدهنها طحينة تبقى جميلة برضو، بس أنا ما عنديش طحينة، دهنتها سمنة، كله بيمشي. ماشي، نصبها بقى كده اهوت. تسيبش فيها حاجة علشان ايه؟
بصي يا جماعه انا عملتها اهيت وسويتها وخبطتها كده اهو كده خبطه اهي عشان ما يبقاش فيها فراغات. في ناس بتقطعها وهي نايمه وناس بتحط على وشها مكسرات، بس انا بحبها ساده كده وانا مولعه الفرن قبل ما نعملها عشان هي بتاخدش وقت في شغلها. بصي يا حبيبه هنعمل بقى الشربات معاكم اهوت. الكيس بياخد ايه؟ كوبايه وربع سكر وكوبايه ونص ميه. بصوا بقى انا هاخد الشربات احطه على النار اهوت، وبعد ما يغلي الغلوه الاولى تعدي 5 دقايق وتدفع عليه. عاوزة تحطي عصرة ليمونة حطي، ما تحطيش انت حر. بصوا يا جماعة اهي طلعت من الفرن اهي، ما خدتش ربع ساعة في الفرن الغاز، في الفرن الغازي يا جماعة ما خدتش ربع ساعة. شوف منظرها جميل وريحتها اجمل واجمل. حطي بقى عليها الشربات اهو. بسم الله. بصوا يا حبايبي هي سخنه والشربات ساخن، الشربات ساخن وهي سخنه، لسه طالعه من الفرن والشربات ساخن. تعرفي انها ناجحه من ايه؟ من انها كل ما تحطي عليها شربات بتشربه اهي. بسم الله ما شاء الله على الريح. بصوا يا جماعه مش مستحمله، مش مستحمله ايديا. اعملي بقى بسبوسه كده دايبه كده اهو، تبقى دايبه احسن من بتاعه المحلات. امشي على الطريقه اللي احنا عملناها بقى، لازم المقادير يا جماعه تمشي على المقادير المظبوطه تطلع لك حاجه ايه هايله. يا شربه شربه الشربات كله اهو، احط عليها كمان حبه. بصوا يا جماعه شوفوا انا استنيت عليها بس 10 دقايق بس لحد ما هاديه، هي لسه سخنه. بصوا بتدوب ازاي دايبه. لو عجبكم الفيديو يا جماعه لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.